المنطق اللي احنا طول النهار بنقول ازاي الراجل ده يشتغل موظف وازاي الراجل ده يشتغل كذا، خلينا نطلع ونقول خلينا ندعم مشروعات الصيد في البحر الاحمر وفي الغردقه وفي شرم الشيخ، ازاي الناس دي تقدر تعمل مشروعات للصيد وتنمي الثروه السمكيه بطريقه نقدر نستفيد منها. خلينا نعلم الناس، خلينا نستعمل بدل يعني طبعا بدل ما احنا بنصدر او سوري بنستورد البضاعه الصينيه، خلينا نستورد الفكر الصيني. لان انت لو جيت قلت مثلا النهارده ان انت لو انت في غربيه او في ملك ودي بلاد متقدمه جدا 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 في تعداد السياح اللي بيوصلوا للمدن دي، انت ما بتقعدش سايح طول النهار في الاوتيل، لكن بتدي له اوبشن ان هو يقدر يطلع ياكل في مطعم هنا النهارده ومطعم هنا تاني بكره ومطعم واحد. يعني انا اقول لكم ان هناك العديد والعديد والعديد من المشروعات اللي بتبنى حوالين السياحه واللي احنا مش بنستغلها، او يعني احنا لابد ان احنا ندعمها ونساعد الناس او الشباب الصغير، لان الشباب ده احنا ما هنديله فرصه ان هو يعمل مشروع وهذا المشروع ينجح، يبقى بالتالي تديله فرصه ان زميله يعمل مشروع تاني وهذا المشروع ينجح.